أطلال فوق أطلال، كأنها لم تكن بالأمس القريب مركز الموصل وقلبها النابض. المدينة القديمة عنوان لأكبر حرب تدميرية شهدها العراق عقب الاحتلال الأمريكي، من دمرها بذريعة الحرب على الإرهاب طالما كرر وعوده بإعمارها، لكنها كبقية المحافظات العراقية ظل ملف إعمار نينوى حبيس التصريحات الحكومية والوعود الانتخابية. المطار مال نينوى، عندك المستشفيات، عندك الجوامع، عندك الشوارع معدومة متأخرة إلى حد الآن متأخرة. يعني أنا بيتي مضروب وما حد دار لي بال، مرتين جو عليه وما دار لي بال. بابا على الشوارع ثلاث أربعة مهدمة مسحوقة، هذا يشتكي من الشارع، الأخ يشتكي من المطار، الأخ يشتكي من المستشفيات، الأخ يقول دواء ماكو والغلا موجود، السلع كلها غالية. الموصل القديمة التي كانت أكثر مناطق نينوى عرضة للتدمير لم يعد غالبية أهلها لها، فالأنقاض لا تزال تملأ الشوارع فضلا عن الجثث التي تنتشل بين الحين والآخر من هناك، بالإضافة إلى الانعدام شبه الكامل للخدمات. الدولة ما عتعوض للعالم، يعني ما عند العالم، هنا كل من اللي بيته 30-40 متر وما عنده، هو كان عايش بقوة يومي، يعني يوميته 5-10 هل يطلعوا الرزق؟ هسه تلا وين يرجع؟ الحكومات المتعاقبة أهملت ملف تعويض سكان الموصل وتركتهم ليواجهوا مصيرهم المجهول من دون إعانة أو مساعدة، بالرغم من الحديث عن رصد المليارات للمدينة. العالم جوته كلها فلش هنا، ولا كل المنطقة القديمة آلاف العوائل كان بيها، هسه ما بيها غير 5-6 بيوت قاعدين فلش، كان تعويضات ماكو، يوميا تعويض على أساس أكو ماكو. لا يجد الموصليون من يبثون له شكواهم، لا سيما أن مطالبة الحكومة ومناشدة المجتمع الدولي تبدو هواء في شبك بعد مرور نحو 4 سنوات على انتهاء الحرب، فلا المدينة عمرت ولا النازحون عادوا إلى بيوتهم ولا الموصل بقيت كما يعرفها أهلها.